عندنا في هولندا حصل التفرق والاختلاف بسبب كلام الشيخ محمد في بعض المشايخ والدعاة الذين كانوا يحاضرون عندنا في دورات علمية وعبر الهاتف، ومنهم الشيخ عرفات المحمدي والشيخ بندر والشيخ عبد الإله. وقد تأثر بكلام طلاب الجامعة الهولنديين والدعاة في هولندا وجماعة من عوامل السلفيين بحجة أن كلام الشيخ محمد جرح مفسر ومعه أدلة لم تبلغكم حفظكم الله. إيش كلام الشيخ محمد؟ أتوا عنده بعض الناس بعض الدعاة من هولندا وقال لهم عندي أدلة لما لا توجد عند الشيخ ربيع. ما عنده ولا دليل. الشيخ محمد ما عنده أي دليل.